يا الرايس راني خبنت مليح واخطيني من الحرقة نحمد ربي اللي راني صحيح وما نزيدش عالسرقة خرعت وجهي اللي مليه مازال ما شافش الطربة شحال من واحد يروح ويتيه والغربة تبقى غربة حتى لهنا رب الرندان في ما داروا العمدة طايرين بيا غاد او الخير يكفوني باش نبدا في عيون ما توجور صغير يا كان هو الكبدة كلامي موزون والمعنى كبير وبربي تسول الشدة وما عندي والنهضة لمني ما هي الفايدة السلام عليكم وصحة فطركم فيكتيف حلقة اليوم هي أختنا جميلة أختنا جميلة جبتها أختها صغيرة عديلة تفضلي عديلة مرحبا بك وش راك يا عديلة؟ صافا صافا فطورك صحتك بيا الحمد لله وانت بخير الحمد لله عديلة كيفاش توقعي ردة فعل أختك جميلة كي تجي تلقاك في الفلوكة هذيك؟ حبيت نديرها لأختي الكبيرة لأنه هي خلف تاع الوالدة الله يرحمها ونشوف واش راح تحس شوفوا ردة فعلها اللي ما على باليش كيفاش راح تكون صراحة أنا أقول لك كيفاش راح تكون راح تجي تحوس تجيب ديك من الشعرة تديك وتعطيني طريحة واش غادير كيرام درك حنايا نروحوا نديروا لابيل تليفونيك تاعنا نشوفوا راهي لاحقة الفيكتيم تاعنا ونحكموا بلايصنا في الفلوكة داكور يلا يلا على كيف خالتي جميلة بدأت الحلقة بالبكاء وغير ركبت في الطونوبيل بدأت بالنواح تبعوا معنا خالتي جميلة ما حبش تفهم ودخلت ديرك في الشوك مع أختها وما خلتهاش تروح اصبري نحضر معاك ايه يا خالتي جميلة هذه هي اللي قال لك انا نحفر له في قبر يمه هو هارب لي بالفاس ابكي على بناتها ابكي واش بيك يا عديلة جميلة تقول لك نديك للطرق انت راحة في بوطي وسامحة في ولادك ها قعدي مع جميلة الرايس وعديلة راهم معولين على خالتي الجميلة هما راهم رايحين يحبسوا وزيد على هذا الصفارة تاع الرايس اللي صدعت خالتي جميلة وخرجتها من عقلها خالتي جميلة هذا غير شريف وسميرة دخلوا هما تانيك رايحين حراقة وعلى راكي مخلوعة الرايس تعنا عبل خالتي جميلة وقلقها وما قدرتلوش مسكينة سيرتو كي راهي عديلة كومبليس معه بالعقل برك يا الرايس على خالتي جميلة خليني
ولي يا عادلة ولي يا خالتي الجميلة هبلتينا بولي وين تولي حكمتيها في الحدود هاي الفلوكة فوق رمل مزق عمادي مارج وانتي طيحة لنا غير ولي 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 توك تولي يا خالتي الجميلة تلفلك الحساب كنتي تبكي على عادلة تولي ودركا وليتي تحوسي على دراهم عادلة يولو انتي ما على بالكش بواحد الحاجة تاع الرئيس الرئيس عنده زوج عفايس يا يعطيك الدراهم يا يعطيك عادلة وانتي تخيري يا خالتي جميلة الرئيس تاعنا مسكين ما عندوش هو تاني كراو خدام على شرو يا الرئيس راك هبلتها بالصفارة تقول انا نلعبو ماتش مسكينة والله العادي ما لقات واش تقول لك وكيما دارت معاك حارت ساعة فيها برك هنا يدك يدخل خونا والد ويعطي دراهم للرئيس اسمع محسوبين ايه مسكينة خالتي جميلة دارت في بالها جابوا الدراهم تاع عادلة خالتي جميلة الرئيس راه يقول لك الدراهم بح راهم دخلوا للكونت تاع كرشو واش يخرجهم خالتي جميلة رايت بلعت في الرئيس باش يرجع لها الدراهم ويخلي عادلة تولي مي هي حابة ترجع 40 مليون وانت يا الرئيس راك تحكي لها على الصرف والله غير خرجتها من عقلها خالتي جميلة ما تخافيش رام داخلين البياري ويرجعوا لك كامل حقك خالتي جميلة ولات لك الروحة وراكي تزيدي تستشفاي والله غير نستعرب بيك ايه رام جاوك لابوليس يا خالتي جميلة عنقي عنقي شغل ديتي الاستقلال انا حاسين بيك كالعادة الرئيس تاعنا راهو يتهم في خالتي جميلة باللي هي اللي راهي مستكلفة بالحرقة يا خالتي جميلة على بالنا ما راكي سامعة به راه معاك لابوليس دوك ما تخافي والو تقدري مام دوك تضربيه خالتي جميلة اسمحي لنا هبلناك وعذبناك ان شاء الله تسمحي لنا هادي اختي باش ندير لها كاميرا كاشي فوالا خالتي جميلة مدام ليا تحكي لي كي لحقتي في الدرج وهبطتي شتي عادلة في هذيك هذيك الصورة هذيك واش حسيتي؟ شفتي شفت البحر حسيت بالأمهات اللي بلادهم راحوا حرقوا اللي ماتوا لهم اللي محروقين عليهم حسيت بزاف حوايج ما نكذبش عليك بارك الله فيك خالتي جميلة واش تقولي للشعب الجزائري في رمضان؟ شكرا ربنا ان شاء الله على خير ان شاء الله يدخل علينا في الصحة والهنا ان شاء الله بخير ان شاء الله خفزينا طول خش بزاف صفرت لك شنو صفرت لك صفرت صفرت بارك الله فيكم يعطيكم الصحة مشاهدات يا رمشتنا نهاية هذا اليوم نتلاقوا غدوة ان شاء الله في نفس الوقت ونفس القناة سلام
كما شفتوا معايا كان الكاميرا مخفيه تبين رده فعل الوالدين ولا واحد عزيز عليك شحال يحبك، لكن واش حتشوفوا معايا قصه حقيقيه، معاناه شخص راح له واحد عزيز عليه وما باش الى يومنا هذا. تابعونا. نديرو عماد سي دي جون ادوليسون كانوا خدامين، ان بوجور جاتهم في راسهم حبوا يروحوا، دونك حكموا بوطي في لاكوتو الساعة بجاية وداس راحوا ال 17 ديسمبر 2020 على 5 تاع الصباح 5:15 من داك النهار اسجور اوكين نوفيل. ما فقتش رياض ما جاكش سي فقت الديرنيير بيدوت لي فقت على الاخر على الاخر ما منح مسيش تمنحهم سي ils étaient proches de moi يهضروا معايا يقصروا بيان بيان كيما سيت تمنحهم والو والو هاو خلاص داروها في راسهم خلاص دونك جي سي قتلهم خطير ماشي دلا بيريود تاع البحر باسكو سيتي المواد ديسمبر بالك بالك مي يبسوا راسهم حنا رايحين رايحين لي يروح يدير فيديو رانا وصلنا رانا ملاح رانا هكذا دونك هما ثاني طونطيو ومن بعد سيت منعهم يقعدوا هنا تروح لافونير بالك يوصلوا لتما ينجحوا تقول انت لا انا اللي منعتهم يروحوا يروحوا رانا حصلنا دونك كيما دير تحير ما تقدرش تدخل انت في راسك من بوسي لكن قدموا النداء للسلطات الكبيره يحلوا لونكيت يحوسوا لنا لي جون هذو كاع 58 ولايه المفقودين هذو لي جون هذو يديروها ومن بعد الامهات يخلصوا دونك تشي ماجين رانا في 15 شهر روح دوك دخل في قلوب تاع الامهات ديالهم. مشاهدينا سمعتوا قصه خويا رياض اللي عنده اي خبر على نسيبه ولا اخوه يتصل عبر الرقم اللي اسفل الشاشه وان شاء الله فيها خير ان شاء الله يا ربي يرحم والديكم. بارك الله فيك تك صحة رياض. كسر بابور اللوح راني قاعد لهم هنا ما عنديش وين نروح في بلادي باغينا هنا ممكن كسر بابور اللوح راني قاعد لهم هنا ما عنديش وين نروح في بلادي باغين هنا جربنا وتعذبنا قسينا وتمردنا للموت ركبنا الله يرحم خاوتنا ماتوا قدام عينينا سلكوهم مقدرنا قالوا الحوت خير ودود من الحرق ربي يسترنا الموت بيد الله المعبود خلونا نعيشوا دنيتنا قالوا الحوت خير ودود من الحرق ربي يسترنا الموت بيد الله المعبود خلونا نعيشوا دنيتنا ممكن كسر بابور اللوح راني قاعد لهم هنا ما عنديش وين من تنكسر بابور اللوح